عن خبر عن محبي كرة اليد، أو هنروح لاتحاد الكاراتيه اللي يمكن اتحاد الكاراتيه برئاسة الدكتور محمد الدهراوي أرسل خطابات رسمية لكل الأندية ومراكز الشباب والهيئات المسجلة في نشاطاته المحلية، بيطالب من خلالها بإرسال قوائم بأسماء اللاعبين المشاركين في البطولات وما زالوا بيدرسوا في مراحل الثانوية العامة. طبعا يمكن الطلبات دي علشان يحاول ان هو يضمن لهؤلاء الطلاب او اللاعبين الموجودين عنده في اتحاد الكاراتيه ان هم ياخدوا درجات الحافز الرياضي. الخطابات دي اتحاد الكاراتيه بعتها للانديه وطالبهم بتجهيز قوائم اللاعبين في اسرع وقت، وده علشان يقدر الاتحاد يراجعها وبدوره يقوم ان هو بيرسلها لوزاره الشباب والرياضه مرة تانية، وهي الجهة المسؤولة بشكل رسمي عن منح درجات الحافز الرياضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. أكيد فرصة كويسة جداً.